على أكثر من جبهة تخوض المقاومة الفلسطينية معاركها، واليوم يفرض عليها فيروس كورونا تحديات جديدة في ظل تعمد الاحتلال استغلال كل ما يمكن أن يشغل الحالة الفلسطينية. في الوقت الذي نحن نكافح فيه فيروس كورونا ونحافظ على أفرادنا ونطور من أدائنا، نحن على جهوزية تامة للصد عن شعبنا الفلسطيني ومواجهة أي عدوان. نأخذ أعلى درجات الوقاية بالنسبة لعناصر المقاومة الفلسطينية. استشهاد هذا العنصر أو ذاك بفعل هذا الفيروس لن يؤثر على أداء المقاومة. عسكريا، تستمر المقاومة في إعلان جاهزيتها للتعامل مع الاحتلال في كل وقت وحين. أما على الجانب الأمني، فالاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن ممارسة مخططاته ضد المقاومة. من الممكن أن يقوم الاحتلال بعمل أمني صمت، وأستبعد أن يقوم بعمل عسكري ميداني في ظل تفشي وباء كورونا في دولة الاحتلال الصهيوني وفي قطاع غزة مؤخرا، على اعتبار أنه الاحتلال الصهيوني ينظر إلى قطاع غزة على أنها قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر. وكان أولى ضحايا انتشار الفيروس أخيرا في غزة أحد عناصر كتائب عز الدين القسام. الأمر أثار مخاوف من انتشار الوباء في صفوف المقاومة وبين عناصرها، فيما تزداد الخشية من أي تطورات ميدانية مفاجئة. تحديات كبيرة يفرضها انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة على المقاومة، التي تقول إنها رغم ذلك جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، في وقت يرى مراقبون أن الاحتلال قد يعمد إلى استغلال هذه الجائحة ولا سيما في الجانب الأمني. أحمد شردان، غزة، الميادين.